مثل جبال لو ساءت الأفعال أو ضاقت الأحوال لو جاءت الأحلام نقلاك مثل جبال هاموا الشراع مدوا الشراع هاموا الشراع هاموا الشراع مدوا الشراع في مركب الدنيا طالت لنا الأيام لا ينفع البهتان يا سيد بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم. مشاهدينا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا ومرحبا بكم في برنامجكم برنامج الشراع من قناتكم قناة القرآن الكريم. اليوم مشاهدينا نضبط بوصلتنا اليوم لنتوجه نحو موضوع يعنى بمستقبل الأمم ومستقبل الأجيال، الاستدامة والاستهلاك المسؤول. كيف يمكن أن نحافظ على طاقاتنا البيئية، على الطاقات التي نستهلكها اليوم ونستنزفها، نستنزف هذه الأرض، نستنزف كل خيراتها، لكن لا نفكر فيما يتبقى للأجيال القادمة. أفكار كثيرة حول هذا الموضوع سنطرحها اليوم في برنامج الشراع. نبدأ دائما بالتأصيل الشرعي عبر ركن الوتد بعد هذا الفاصل. نرحب وإياكم مشاهدينا الكرام بالأستاذ الشيخ عمار باشا. السلام عليكم شيخنا. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته، وتحية مسائية مباركة لجميع المشاهدين ولأهل القناة إن شاء الله. شكرا لك أستاذ. نبدأ بقوله تعالى بعد بسم الله الرحمن الرحيم: هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها، كما قال أيضا بسم الله الرحمن الرحيم: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. لو نبدأ أستاذ بحقيقة تواجد الإنسان على الأرض والهدف من ذلك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن حقيقة الإنسان هو ذلكم الكائن الحي الذي فضله الله سبحانه وتعالى على سائر المخلوقات وعلى سائر الكائنات، لقول رب العزة سبحانه وتعالى: ولقد كرمنا بني آدم وحملناه في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. والمتأمل في مخلوقات الله سبحانه وتعالى يجد بأن الله سبحانه وتعالى قسم مخلوقاته التي لها حركة ولها إحساس ولها وجدان إلى ثلاث أقسام أو إلى أربعة أقسام. قسم زوده الله سبحانه وتعالى بالعقل دون الشهوة ودون العاطفة، وقسم زوده الله سبحانه وتعالى بالشهوة ونحى عنه العقل، وقسم زوده الله سبحانه وتعالى بالعاطفة وبالشهوة. فالقسم الذي زوده الله بالعقل ونحى عنه الشهوة هو قسم الملائكة الذي جعلهم الله سبحانه وتعالى لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يمرون. وقسم زوده الله سبحانه وتعالى بالشهوة دون العقل وهم الحيوانات العجموات الذين لم يكلفهم الله سبحانه وتعالى بشيء. وقسم زوده الله بالعقل وبالشهوة وهو الإنسان، فمن غلبت شهوته على عقله انحاز نحو البهيمية، ومن معنى غلب عقله على شهوته ارتقى إلى درجة الملائكية. والله سبحانه وتعالى قبل خلق هذه الأشياء، قبل خلق آدم، كان قد خلق جنسا آخر ألا وهو جنس الجن. أن الله سبحانه وتعالى قال: ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسنون، والجان خلقناه من قبل، أي من قبل خلق الإنسان قد خلق الله سبحانه وتعالى الجن. والجن حينما خلقهم الله سبحانه وتعالى ولم يحسنوا استعمارهم للأرض واستخلافهم لله سبحانه وتعالى في الأرض، عاقبهم الله سبحانه وتعالى وأزال عنهم هذا الاستخلاف وهذا الاستعمار في الأرض، فبدلهم وأبدلهم بجنس آخر وهو الجنس الإنسان. وكما تفضلت، هذه الآية الذي يقول فيها رب العزة في سورة البقرة: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قالت الملائكة على حسب علمها وعلى حسب ما سبق من معاملة الجن واستعمارهم في الأرض، قالوا: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء، بمعنى أن الله عز وجل قالت له الملائكة: يا رب،
قد سبق وأن جعلت في الأرض خليفة لك من الجان، ولكنهم لم يحسنوا استعمالها ولم يحسنوا عمارة الأرض ولا خلافتك في الأرض. فقال الله سبحانه وتعالى إني أعلم ما لا تعلمون، ثم بين حقيقة الاستخلاف وحقيقة الاستعمار في الأرض، فجعل وظائف من يحكمون الأرض ومن يستخلفون الأرض ومن يستخلفون عن الله في الأرض. قال وعلم آدم الأسماء كلها، بمعنى أي أن الذي يحق له الاستعمار عمارة الأرض واستخلاف الله سبحانه وتعالى في الأرض يكون عن طريق العلم وعن طريق معرفة حقيقة الكون وموجده وخالقه ألا وهو الله سبحانه وتعالى. ثم بعد ذلك متى يكون الإنسان خليفة عن الله سبحانه وتعالى في أرضه؟ حينما يكون على وفق مراد الله ولا يخرج عن مراد الله سبحانه وتعالى. ولهذا الله سبحانه وتعالى حينما يرى ويجد من مستخلفيه في الأرض الذين استخلفهم في الأرض حادوا عن الصراط وخرجوا عن مراد الله سبحانه وتعالى ولم يكونوا على حسن عمارة الأرض، في تلك الحالة يبعث الله سبحانه وتعالى إليهم من يوجههم ومن يعود بهم إلى سكة الأمان، فيبعث الله رسولا وينزل إليهم وينزل عليهم كتابا، بمعنى لا يكتفي الله سبحانه وتعالى بإرسال الرسل، وإنما الرسول يكون من بني جنسهم ومن بني جلدتهم، ويؤيد الله سبحانه وتعالى بإنزال كتاب وكأنه دستور جديد تمشي به أو تمشي به الخليفة التي جعل الله سبحانه وتعالى في الأرض. فكانت كل الرسالات وكانت كل الكتب التي تنزل على الأمم السابقة كانت زمانية ومآلية أو آنية فقط، بمعنى لا بما قد تجد رسالات كانت معاصرة لبعضها البعض كرسالة إبراهيم عليه السلام مع قوم لوط لأنه كان ابن أخيه أو ابن عمه، كرسالة يحيى عليه السلام مع زكريا ومع عيسى عليه السلام، هذه شاركت في الزمان إلا والمكان. أنهم كل رسول يبعث الله سبحانه وتعالى إلى قومه. لماذا يبعث الله سبحانه إلى قومه؟ لأن تلك الخليفة التي استخلفها الله سبحانه وتعالى في الأرض حادت عن مراد الله سبحانه وتعالى، فيبعث لها هذا الرسول من أجل أن يعيدها إلى سكة الانتصارات. والله سبحانه وتعالى حينما نقرأ قصة نوح عليه السلام فدعا قومه ولبث فيهم ألف سنة إلا 50 عاما، ألف سنة وخمسين عام إلا 50 عاما هي زمن الرسالة والدعوة وليست عمر نوح عليه السلام. ومع ذلك حينما أيس من دعوته والإيمان به قال ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، أي هؤلاء أصبحوا لا يصلحون لعمارة الأرض. فقال الله سبحانه وتعالى حينما اركب السفينة قلنا احمل فيها من كل زوج اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن، وما آمن معه إلا قليل. ثم بعد ذلك أغرقهم الله سبحانه وتعالى وجاء بأبي البشرية الثاني اللي هو آدم عليه السلام من خلال نسله الأربعة أو الثلاثة اللي هو سام وحام ويافث، وأغرق ابنه الرابع اللي هو قال سأوي إلى جبل يعصمني من الماء، بمعنى أن الله عز وجل جعل خلافته في الأرض تقوم على الحق، وحينما يطغى الباطل على الحق يبعث الله سبحانه وتعالى من يقضي. قال تعالى بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون. ورمز الحق هذا هو اسم من أسماء الله سبحانه وتعالى، والحق هنا ينبغي أن إذا كان الله سبحانه وتعالى مسمى به ومتصف به فينبغي أن يكون رمزا وعلامة لخليفته في الأرض، لأننا نحن خليفة الله سبحانه وتعالى في أرضه، فنحن خليفة في المال، نحن خليفة حتى أنفاسنا ونفاسنا التي بين جوارحنا هي ملك لله سبحانه وتعالى. ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، قال ونفخت فيه من روحي، بمعنى أن هذا الجسد مخلوق من طين من أرض ولكن الروح يسير من أسرار الله سبحانه وتعالى، بمعنى أنك يا ابن آدم جعلك الله خليفة في الأرض وأودعك سرا من أسراره ألا وهي الروح، وجعل فيها لأن الروح هذه جبلة وفطرة هي تعبد الله سبحانه وتعالى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، ولم يقل أو يجعلانه مسلما، لأن الإسلام هو فطرة الإنسان فطرة الله التي فطر الناس عليها. وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذرياتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى، أخذ هذا العهد ونحن كالذرة في ظهر سيدنا آدم عليه السلام كما قال المفسرون ذلك، بمعنى هذه الخلافة في الأرض عن الله سبحانه وتعالى ينبغي أن تكون على وفق مراد الله سبحانه وتعالى وكما أراده الله. تشريف وتكليف. هذا التشريف وهذا التكليف ممن أتانا هذا التشريف والتكليف عن طريق إرسال الرسل وإنزال الكتب. ولهذا ربي سبحانه وتعالى لما
رأى أهل الجزيرة العربية أنهم لم يعودوا في حالة عمارة الأرض، بعث الله سبحانه وتعالى وأرسل إليهم رسولا منهم وأنزل عليهم كتابا، وهذه الرسالة هي خاتمة الرسالات، وهذا الكتاب هو خاتمة الكتب، فلا يتصور بعد ذلك أن ينزل كتاب من الله عز وجل، ولا يتصور أن يبعث إلينا رسولا، لأن ببعثته صلى الله عليه وسلم انتهت البعثات وانتهت الرسالات. فلهذا نجد في رسالة النبي صلى الله عليه وسلم من خلال الكتاب والسنة ما يصلح هذا الجيل حينما يفسد وحينما يبتعد عن منهاج الله سبحانه وتعالى. ولهذا رسالتنا الغراء وشريعة النبي صلى الله عليه وسلم حينما قارنها الله عز وجل بالشرائع السابقة، فقال لهم مخاطبا النبي صلى الله عليه وسلم: كل جعلنا منكم شريعة ومنهاجا، بمعنى يا محمد راك في المدينة المنورة، كاين فيها اليهود، كاين فيها العرب، كاين فيها الناس تتحاكم إلى الأعراف وإلى العقائد وإلى العادة والأعراف تاعهم، فإذا جاءك اليهود وأرادوا أن يحتكموا فاحكم بينهم بما أنزل الله. ثم قال: إياك أن تحكم تترك الإسلام وتحكم بالشريعة الشريعة اليهودية. فقال: لكل جعلنا منكم شريعة ومنهاجا. وقال في سورة الجاثية: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع هوى الذين لا يعلمون. هذه الرسالة حينما كانت خاتمة الرسالات فيها ما يصلحها، فتبقى هذه الرسالة بمعنى صالحة لكل زمان ومكان ولكل عصر، لكل عصر ولكل جيل ولكل ما تجدد على وجه الأرض. فأيما خلق وأيما عادة وأيما شيء ظهر على وجه الأرض إلا ونجد الحل فيه، أيما عسر وأيما شيء استعسر في الأرض إلا ونجد له الحل الشافي الكافي في القرآن الكريم وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. لأن الله سبحانه وتعالى جعل هذا القرآن الكريم قال: ومهيمنا من الكتاب، مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه، وهو باق إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. وخلافة الله سبحانه وتعالى في من خلال الإنسان في الأرض ينبغي أن تكون على طاعة الله سبحانه وتعالى والابتعاد عن معصية الله سبحانه وتعالى. فلهذا جاءت الشريعة الإسلامية وجاءتنا بخمسة مقاصد، خمس مقاصد الكبرى، الكليات الخمس، ألا وهي حفظ الدين وحفظ النفس وحفظ المال وحفظ العقل وحفظ العرض. فهذه الكليات الخمس هي التي جاءت شرائع تحفظها: حفظ النفس، جاء حرمة القتل وقتل النفس بغير حق والاعتداء عليها، حفظ الدين الردة ومحاربة أهل الردة والكفر والحدود الردعية التي أقرتها الشريعة الإسلامية، حفظ العقل، حرم الله سبحانه وتعالى المسكرات والإضرار بالعقل وضرب الإنسان على رأسه من أجل أن يفقد وعيه، حفظ المال، حرم الله سبحانه وتعالى السرقة والغصب والنهب وتبذير والإسراف الذي هو داخل في الاستدامة وفي المسؤولية التامة، حفظ العرض كذلك، حرم الله سبحانه وتعالى الزنا وحرم القذف وحرم كذلك قذف المحصنات الغافلات إلى غير ذلك. فهذه الأشياء المستجدة تنبني وتدخل تحت هذه الأصول الخمسة أو الكليات الخمسة التي جاء بها الإسلام. والله سبحانه وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الذي رواه قال: إن الله حرم أشياء فلا تفعلوا، إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها، وحرم أشياء فلا تنتهكوها، وسكت عن أشياء رحمة بكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها. هذا هو التشريع، وهذا هو التكليف، وهذه هي شريعة الله سبحانه وتعالى في الأرض، وهذه هي خلافة الله سبحانه وتعالى للإنسان لله سبحانه وتعالى في أرضه. فلا ينبغي أن تخرج عن مراد الله على وفق مراد الله سبحانه وتعالى في أرضه. بارك الله فيك أستاذ على هذه التوطئة. سنتعرض أيضا إلى مدى وعي الناس بأهمية الاستدامة في المجتمع. استطلاع قامت به الزميلة زاهية هني سألت الناس حول معرفتهم بالاستدامة، حول أهمية الاستدامة من خلال حياتهم اليومية. نشاهد بحول الله ونرجع. كلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. لا يحب المسرفين، كما يحبش المسرفين يعني راك خارج من إطار الرحمة. لهذا الإنسان يعيش معيشة يعني متواضعة، ويعيش يعني قناعة وما يبذرش، لأنه التبذير، لأنه إذا كان الإنسان ما محطاه ربي الخير كما قال صلى الله عليه وسلم يعني في الوضوء: يتوضأ الإنسان ولو كنت في بحر في نهر جاري، يعني ما تبذرش. الماء نحافظوا عليه، نعمة كبيرة عطاها ربي سبحانه وتعالى. أكيد تشوف يشتم كاش أمور لا لازم نحافظوا على الشيء هذا، والتبذير ماشي مليح. استهلاك زعما كيما نقولوا طوماطيش غاليه، طوماطيش كيما يشريها سنوي يشريها واحد اخر تما تنقص في البري، ما يكونش استهلاك تاعها بزاف،
المهم كيف كي كيما الحليب كيما حنا ديجا يقول لك ما كاينش الحليب تروح تشري 10 يشري 15 سكاره في هذه والما كيف كيف الما حنا نبدلو بزاف الما تريسيتي تريسي تخلي هذه شاعله اللي حبش ربي في 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 لسع يحمدوا كيكون في, في الاخر لانه هذا هو ربي يعطيك حاجه ويجربك كيما المال ربي يعطيك المال اذا عرفت تستعمله يخليه لك واللي ما تستعملوه ينحي لك يعطيه واحد اخر المال يتمشى والرزق يتمشى وهذا الشيء لازم نترباو نترباو كيفاش تكون عندنا ثقافه الاستهلاك دوك انا نستهلك 10 لتر تاع الماء في النهار وعلاش نجيب 100 لتر انا نستهلك اربع خبزات في النهار وعلاش نجيب 10 ودروك عندنا الضوء تلقى عنده لا تلفزيون شاعله في الدار الضوء شاعل اش 24 كل شيء يعني الماء كذلك يبدروا والاكل والخبز الخبز يا سيدي النعمه الكبيره تاع ربي الخبز لانه الخبز الانسان ياكله هذه نعمه كبيره ياكل الانسان هو والماء ويشبع وتصيبه يرمي الخبز في القمامات برا رانا نشوفوا دوك الخبز راهو بالقناطير المقنطره هذا هذا فساد يقول لك النعمه الانسان كي ما يعرفش يستغلها تقول الله غير يولي تولي له ندامه لهذا احنا نتعلموا كيفاش النعمه اللي عطاها لنا ربي كما يقولون سيروا بها لكن ما نبدلوهاش تحية مجددة لكم جميعا مشاهدينا الكرام أينما كنتم واسمحوا لي باسمكم جميعا أن أرحب بالأستاذ عادل الحبيب السلام عليكم أستاذنا وعليكم السلام ورحمة الله تحية لك ولكل مشاهدي قناة القرآن الكريم تحية لشيخنا الفاضل بارك الله فيك أستاذنا اليوم موضوعنا حول الاستدامة والاستهلاك المسؤول ما مدى وعينا أستاذ بالاستدامة كمجتمع وتأثير أفعالنا اليومية على ثرواتنا الطبيعية بسم الله الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله طبعا الموضوع دائما ما اقول انه المواضيع التي تطرح دائما ما تمس جدا. نعم تمس المجتمع بشكل او باخر مرات بشكل مباشر ومرات بشكل غير مباشر لكن نحسها في ذواتنا وفي انفسنا الانسان يتربى على بعض العادات وعلى بعض التقاليد طبعا بالاضافه الى القناعات وبالاضافه الى المعتقد الديني اللي ينشا عليه بعيدا عن المعتقد الديني تاعنا من ان التبذير حرام من ان الافعال اللي ما عندها حتى فايده لا تليق بالانسان المسلم ان يعملها لانه راهي داخله في خانه الافعال اللي ما راهيش لا في المباحات ولا في الواجبات فتدخل في المكروهات وفي غيرها من الابواب الفقهيه لعله شفنا تمس تدينا يحكي أيوة. عن تمس التدين تاع الانسان طبعا نحن هنا لا نتحدث عن المحرمات نتحدث لانه الانسان المسلم يبتعد دائما عن الحرام وواحد من المحرمات اللي مع الاسف يفعلها البعض جهلا ربما من انه ما فيها والو مش ماشي حاجه كبيره هي التبذير اللي هو ضد العقلانيه وضد الاستدامه وضد الاستهلاك العادي هذه ثقافه يتربى عليها الانسان منذ ان ينشا منذ الصغر لذلك المؤسسة المسؤولة على تنشئة الفتيان والفتيات على هذا العادة ولا هذه الطبيعة خلينا نقول بين قوسين هي الأسرة الوالدة والوالد في البيت لما طفل يستهلك فوق حاجة تاعه وينبه الوالد وتنبه الوالدة علاش خليت هذه مثال بسيط في العشاء صحنو تعمر له طبسي تاع ماكلة ولا زيدي لي تقول له كمل ونزيد لك فيعمر طبسي كامل ويخليه هذا يبدا الطفل يتعود على مظاهر التبذير ومظاهر البذخ ومظاهر اللامبالاه ومظاهر وهنا يصل الى المحرم يعني في قضيه اللباس تلقى الطفل او البنت او الفتاه يشري 3 4 5 6 لبسات ولا يلبس منها في العام 2 3 ف يبدأ يتعود على أن يبذر منذ صغر طبعا هذا تبذير على مستوى محلي صغير يعني غير في حوائجه في ماكلته فيبدأ يكبر الطفل ويصبح شابا وتبانه حاجة عادية وش فيها لو كان يصرف مليون على 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 على, على حذاء تبانه حاجة عادية جدا وش فيها لو كان يصرف 3 ملايين على لباس لهذا في بعض التجارب الاجتماعية نلقاو اعلاميين يخرجوا لبرا يسقسي يقول له انت كيما راك مثلا شيخنا كيف تقدر ثمن لبسك؟ فيقول لهم والله العمامه هي دير 40,000
والقميص تاعي هاو يدير مثلا 200,000، وهذا البرنوس الجميل شباب قال والله غير هذا حر واصلي شريته ب 800,000. هذه اسعار رمزيه، يعني اسعار رمزيه في المقبول. نعم. لكن مرات تسمعين اجابات تدهشك، يقول له هذا الحقيبه الجوتشي شريتها ب 5 ملايين، وهذا الصباط راني شريته في المحل الفلاني ب 4 ملايين، وربطه العنق هذه شريتها من المحل الفلاني ولا التوصيل الفلاني بالشيء الفلاني. فيبدا الانسان يوالف باللي حادي، وش فيها راني نصرف على روحي، ما فيها والو، هذه حال دخله، تصبح عاده ويصبح تباهي في ذلك، فيصبح هذا الامر بالنسبه لي حاجه عاديه جدا، ولا يعرف انه راه فات الحد المعقول. لما نحكيه على العادي، ما هو العادي؟ العادي هو الانسان، هو الحاجة اللي الناس تتفق على أنها حاجة عادية جدا. لو كانت تروحي لواحد تقولي له شريت نظارة بخمس ملايين يقول لك هذا جنون، نظارة بخمس ملايين غالية. لكن لما تقولي لواحد والله شريت نظارة وخدمت نظارة مليحة وزجاجها مقاوم لأشعة الشمس وفيها الكاتسيزون طبية أيضا، طبية وتسهم في راحة عيني، شريتها بمليون مثلا، يقول لك مقبول لأنه هذا زجاج غالي. فنعود نرجع إلى التنشئة الاجتماعية. التنشئة تاع الإنسان هي اللي تخليه إما يغالي في التبذير، وهنا مازال راح نحكيوا على انواع التبذير، ماهوش الناس كثير، الناس شيخنا يقول لك والله غير التبذير هذا غير في الدراهم. لا، ماهوش غير في الدراهم. صحيح ما نشاهده وشاهدنا بعض التعليقات في الفيتيار في شهر رمضان فقط، مع الاسف الجزائريون يبذرون اكثر من 3 ملايين خبز يوميا. يعني نتحدث عن رقم رهيب مهيب. 3 ملايين خبز لو كان نروحوا الى احدى الدول التي تعاني الفقر والمجاعه، الى جيراننا فقط، يعني نهبطوا الجنوب اللي راهم يعني عندنا حدود ازمات مجاعه، راهم في الازمات والمجاعه. 3 ملايين خبز راهي تنقذ ملايين البشر. فمنين جات هذه؟ جات من انه والله غير نورمال نروح نشري 10 خبزات، انا احتاج الى 3 ونشري 10، وهو داير في باله بلي عادي، وش فيها 2000 فرق مدات ما جابت. هذا هو المنطق مع الاسف السائد عند بعضنا، يقول لك واش فيها 2000 فرق نورمال، حاجه عاديه. لكن ما مدى وعينا استاذ كافراد وكمجتمع في هذا التبذير وتاثيره على الطاقات العامه والطاقات الكبرى؟ شوف، اقول لك انت سالتي سؤال مهم جدا، بين القديم والحديث. قديما لما كانت العوائل تحط الماكله على قيسها، وتحط اللبسه على قيسها، وتحط الفراش على قيسها، وتشتري مشتريات على قيسها. نعم. ماهوش بخلا وانما اقتصادا، لانه كان المدبر في البيت شكون هو؟ هو الحكيم تاع البيت. مرات الازواج او في كثير من الاحيان الازواج الاباء ماشي هو اللي يصرف ويجيب شهريته، لمن يمدها؟ يمدها للزوجه. لماذا؟ لان الزوجه احرص على هذا المال وتنفقه، دايره له ديكرينو وين تصرف، في اللبسه تاع الدراري، في الماكله، في التريسيتي، في الماء، في الحاجيات المستعجله، في الدواء، في الطبيب، الى غير ذلك. والادخار طبعا وجزء منه الادخار. فقديما كانوا يفهمون هذا المعنى ويقدرونه، لذلك كانوا يستوحون من كلام الله تبارك ولا تبذر تبذيرا ان المبذرين كانوا اخوان الشياطين. فيقول لك انت واش شيطان راك تبذر. لكن لما غابت هذه القناعه، لما غاب هذا المفهوم من ان التبذير ماهوش يعود على صاحبه فقط بالمضره، وانما يعود على المجتمع ايضا. لما نحكيوا على التبذير المالي او البذخ المالي، تجدين الناس يصرفون اموالهم في بعض المناسبات مثلا على يصرف 3-4-5 ملايين على محارق التي لا تسمن ولا تغني من جوع. يقول لك والله غير نزهاو في المولود. اذا اردنا نحتفي بمناسبه دينيه ماهوش بهذه الطريقه. بعض المظاهر في الاعياد مثلا، المغالاه في اللباس تاع الاولاد، المغالاه في الدخول المدرسي، لازم الكرطاب يكون ب 500 وب 600,000. يقول لك والله غير فلان راه شرى لوليده وفلانه شرات لبنتها. فاختلاف الزمن واختلاف من يصرف واختلاف من يؤطر هذا المصروف هو اللي يخلي الناس تذهب الى الجهه الثانيه اللي هي جهه التبذير. وطبعا هذا راح يعود على الانسان في حد ذاته، على عائلته، على المجتمع بكثير من المضار.
ناتي على ذكر بعضها ان شاء الله. بارك الله فيك استاذنا، بارك الله فيك استاذ عمار باشا. يقول صلى الله عليه وسلم وهو معلم البشريه جمعاء: الناس شركاء في ثلاثه، الماء الكلاء والنار. يقول ايضا: ولا تسرف في الماء ولو كنت على نهر جار. معلم البشريه منذ اكثر من 1400 سنه تفطن الى هذه النقاط المهمه، الى الطاقات الاساسيه، الاولويه في انه المرء لا يبذر في هذه الطاقات. لماذا؟ للحفاظ على جيل المستقبل. كيف ذلك استاذ؟ هو ما لا شك فيه وهو هي عبقريه محمد ان قدوه النبي صلى الله عليه وسلم لا تكمن في اتباعه كرسول فقط، وانما الصحابه رضوان الله عليهم كانوا نساء ورجالا ياتون الى بيوت النبي صلى الله عليه وسلم وكانوا يسألونه عن حالته في بيته، يتعلمون كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه. فقالت عائشة رضي الله عنها: كان يخسف نعله، وكان يكنس بيته، ويرقع ثوبه، وكان فإذا حزبه أمر فإذا ثاب بلال بالصلاة خرج إلى الصلاة إلى أصحابه. فهو سيد الأمة، وهو سيد الأمة، بمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان دائما يربي هذا الجيل، وكان يبدأ بأصغر نواة اللي هي الأسرة كما تفضل الأستاذ. فكان النبي صلى الله عليه وسلم حينما بعث بدأ بفاطمة رضي الله عنها وبأمها خديجة وبأخواتها، ثم ذهب إلى عمه، ثم ذهب إلى وأنذر عشيرتك الأقربين. فهكذا لو أن كل إنسان بدأ بالأقرب تاعه بالزوجة وبالأولاد ونهاهم عن التبذير، والجار ينهي عن التبذير، وهذا يولي عنده مجتمع غير مبذر غير مسرف. النبي صلى الله عليه وسلم حينما تكلم عن التبذير وعن الإسراف لم يتكلم عن الماء بمعنى أن التبذير يكون غير في الماء، حاجة واحدة أخرى ما فيهاش تبذير، الله وإنما أعطى عينة فقط. النبي صلى الله عليه وسلم حينما أعطانا أصل قال بحسب كما تفضل الأستاذ في طريق قضية الأكل والشرب، قال بحسب ابن آدم لقيمات يقيمن صلبه، فإن كان آكلا لا محالة، إذا كان هذا الإنسان ما غلبش نفسه وقال هو جاشع يبغي يأكل، فقال فإن كان آكل لا محالة فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. معناتها حتى في الاكل ما يدخل بطنك ينبغي ان تراعي هذا وجعلنا بين ذلك قواما، ولا تجعل يدك مغلوله الى عنقك ولا تبسطها بكل بسط فتقعد ملم محسورا كما قال القران الكريم: أمة لا نأكل حتى الذين اذا انفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. هذا هو الوسطيه في كل شيء. النبي صلى الله عليه وسلم حينما تكلم عن اسراف الماء، الان الاعجاز العلمي يثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم حينما بين بمعنى بمحافظه على الماء، يعني اخر الحروب في اخر الزمان يكون الحرب على الماء. والدليل على ذلك ان الحروب العصريه الان والتي نحن فيها على خاصه الشرق الاوسط يسارعون حروب استراتيجيه، يسارعون الان ما بين مصر اثيوبيا والسودان وقسم السودان والنيل وما ذلك، هذا كلها نابع عما انذر به النبي صلى الله عليه وسلم وبشر به عن طريق الماء. حتى نقرا في علامه من علامات الساعه الكبرى حينما تخرج ياجوج وماجوج، قال: يمر اولهم على بحيره طبريه فيمر اخرهم فلا يجدون فيها شيئا. بمعنى هذا يدل على ان اخر المطاف يكون حرب تاع الماء اكثر مما يكون على الحرب على السلاح وعلى النووي وما الى ذلك. حتى النبي صلى الله عليه وسلم حينما سئل على 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 عين زغر في الاردن او في لبنان، قال: هذه علامه من علامات الساعه، حينما تجف خلاص، وهذا العين لم تجف منذ خلق الله سبحانه وتعالى. فالماء هذا حينما تكلم عن النبي صلى الله عليه وسلم، إذا كان الماء مطلوب من أجل أن نتوضأ به، إذا كان وجد الإنسان ماء بقدر ما يصبغ وضوءه أعضاء الوضوء الفرض فقط لا يجوز له أن ينتقل إلى التيمم، ومع ذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن زيادة الحد في طهارة وفي وضوء وفي عبادة، فما بالك باستعمال الماء في غير طاعة وفي غير عبادة. هذا الذي ينبغي أن يراد. ولو كنت على نهر جار. النبي صلى الله عليه وسلم مر على الصحابة وجدهم يكثرون الماء في استعمال الوضوء في الوضوء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسرف. قال: يا رسول الله، المرأة كاينة. قال: ولو كنت على جانب نهر. لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن اغتساله، جابر رضي الله عنه وأرضاه، قال النبي صلى الله عليه وسلم قال: كان يغتسل بصاع. صاع هذا لما فسروا العلماء قال أربعة أمداد. من منا الآن دروك نسألوا رواحنا ونسألوا المشاهدين، من منا الآن حينما يريد أن يستحم أو يغتسل يقتصر على هذه السنة النبوية؟ جاء عربي إلى جابر بن عبد الله قال: أنا صاع ما يكفينيش. قال له: أنا شعري وطويل واللحية. فقال النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا جابر قال: كان يكفي من شعره أوفى من شعرك ولحيته أوفر من شعرك
وجسده أوفى من جسدك هذا وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه أربعة أمداد درك ممكن رانا نخسروها غير نجو معناتها نديروا باه نشوفوا المال أو حامي ولا ماهوش حامي. إذا غسلت ملعقة بالعكس أنه الإنسان درك كاغتسال نبقوا على الاغتسال على طاعة الغسل ممكن راه نظافة ولا لأنه احنا عندنا النبي صلى الله عليه وسلم في الطهارة في الوضوء في إصباغ الوضوء هنا تدخل عدم التبذير ولكن في إزالة النجاسة ما هدرناش على التبذير ولهذا في غسل الميت حينما نغسل الميت ينبغي إكثار الماء علاج أنه من أجل أن ممكن يكون الميت هذا فيه رائحة ما يخرج في بطنه ما يخرج هنا الطلبة منا أن نستعمله وأنه كثير استعمال الماء ولكن حينما يكون إنسان في أعضاء هذه لك تغسلها يوميا خمس مرات تتوضأ للفجر وللظهر وللعصر والمغرب والعشاء معناتها هذه أعضاء أصلا لها طاهرة وزيد على ذلك الإنسان إذا كان تبع السنة النبي صلى الله عليه وسلم يغسل يديه قبل الأكل وبعد الأكل معناتها يولي دائما نقي بعبارة أخرى ولهذا الفكرة هذيك اللمحة اللي أعطاها لنا مالك بن نبي رحمة الله عليه كان في زمن الاستعمار وذهب إلى فرنسا فدخل إلى مطعم وكان صاحب المطعم رب المطعم امرأة وزوجها فجاء العامل هذاك النادي بطعام إلى الملك بن نبي خلى الفرشيطة وبدأ يكل ميدو جات لي ذيك المرأة محسوب بغت تحرج وهذا الملك بن نبي اللي رغم يقولوا ظاهرة ورا يقولوا فقال لها فقالت له هذا الطعام يؤكله بالفراشة قالها أنا مسلم أنا متوضئ وأنا نقي إدي طاهرة قال لي هذه الفرشيطة دايرينها للناس اللي ماهوش نقيين معناتها شوف كي عاود حاربها بالسلاح تاعها معناتها هذا النبي صلى الله عليه وسلم فات على الصحابة والصحابة كانوا أنقى الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع ذلك قال لهم لا تشرب في الماء في الوضوء هنا نوجه واحد الرسالة وبصفة إمام للمسجد من خلال هذا المنبر الإعلامي هذا الجيد الرائع كي الناس لما يروح في يكون في داره خاصة لما يكون عنده عداد كهرباء عداد تاع الماء يتصيبوا مثلا يحرص على الفاتورة تاع الماء وما يبذرش الماء ويخزن الماء لكن في المسجد لما يجي للمسجد دير له طاسه ودير له لافته باللي يودي يستعمل الطاسه هذه دير له الزير هذا ولا الطاسه ما تخسرش الماء خاصه احنا في العاصمه راه عندنا التزويد بالماء يوم بيوم مثلا هو لما يكون الماء مقطوع في ذاك النهار يجي للمسجد ما يعقوش باللي في ذهنه الماء مقطوع يروح يستعمل قد ما يكفيه يشعل السباله هذيك يده غير بعد بعد الاخرى كذا خلاص قد ما يتوضا خمسه ولا عشرة تاع الناس ما يقولش باللي ودي هذا راه تبذير وهذا اسراف وخاصه يكون جار المسجد ما على بالش باللي ودي هذا المراحي تاع المساجد داروها الاصل في شارع الصلاه تكون لعابر اذيه للذين يريدون العابر السبيل للمسافر ترك القاطن بجوار المسجد توضا في دارك عندك الفضل وعندك السنه وروح للدار زيد على ذلك مرات تكون تمشى هكذا في الشارع تصيب مثلا الانابيب هذيك تاع الجزائريه المياه هذه تاع تصيب مثلا خطر تصيبهم طرطق والماء يسيل خارج الناس يفوتوا عليه عادي وكأن الأمر لا يهمهم على لأنه موش تاعو وموش في داره لأنه لو كان قطرة تسيله في داره يروح يجيب بلومبي ويصلحها ولكن احنا عندنا هذا تاع العموم نصيبه يسيل عادي ما كاش اللي يبلغ ما كاش اللي يقول رغم أن الخطوط الشركة الهاتفية خضراء مجانية نعم. كما قال اللي قال ذاونا في الروبورتاج الإنسان لما يكون في البحبوحة ما يتفكرش النعمة لما يكون في الضيق يعرف قيمة ربي سبحانه وتعالى ولهذا من كان في نعمة ولم يشكر خرج منها ولم يشعر كذلك التبذير لا نحصره على الماء فقط وإنما يحصره على الأكل تفضل الأستاذ قال باليهودي بمعنى في الصدارة الأولى اللي بذروا الخبز اللي هو الشعب الجزائري كذلك الماء كذلك على اللباس النبي صلى الله عليه وسلم لما تكلم على العورة قال احنا يا بني ادم اخذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا زينتكم عند كل مسجد اي عند كل صلاه والله سبحانه وتعالى لما تكلم عن الستر قال يا بني ادم قد انزلنا عليكم لباسا يواري سوءاتكم وريشا ولباس التقوى ولباس التقوى ذلك خير معناتها كاين لباس اللي يستر العوره هذا هو اللباس ولباس الانسان سواء كان رجل او امراه هو التقوى والحياء والعفاف وطاعه الله سبحانه وتعالى هذا لباس كذلك ما يستر العوره فهو خلاص راك ديت حقك من الحياة وذكرنا في الحصة اللي فاتت مصعب بن عمير هذا كان من أرغد الناس عيشا عند أمه ولكن لما مات شهيدا في معركة أحد مات في ثوب قالوا يا رسول الله إذا كان غطينا لرجله رأسه يبان إذا كان غطينا لرسول رجله يبان قال غطوا لرجله وخلوا رسول باش يبعثوا يوم قيامة شهيدا وكما قال النبي عليه الصلاة والسلام كذلك من الإسراف حتى في الكلام من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت كذلك الإسراف يكون في المعاملة تاع الناس
الشيء إذا زاد عن حده انقلب إلى ضده. كذلك في تربية الجيل، ولهذا دائما نركز على أنه هذا الموقف لا من هذا التبذير ومن هذا الإسراف، لأن من شب على شيء شاب عليه، وينشأ ناشئ الفتيان فينا على ما كان عوده أبوه. لأن الإنسان ذو قندا كان صبابه مبذر ولا مبذرة، البنت تنشأ مبذرة والولد تنشأ مبذر، تسأله قال ودي نشت الأب تعي يقول هكذاك ونشت الأم تعي تقول هكذاك وتبقى هكذا وهلم مجرا. ولكن لما يتنشأ تنشئة صحيحة وسليمة ويوجه توجيه سليم بأن التبذير حرام، النبي صلى الله عليه وسلم قال بحسب ابن آدم لقيبات يقمنا صلبه، وكاين بعض الناس اللي عندهم عيب عندهم أنه يأكل الماكلة هذيك الصابحة قال لك نرميها لأنه ما يشغل، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يجعل على بطنه حجرا ثلاثا لم نذق أسودا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عائشة قال يمر الشهر والشهر والشهر ولا يوقد في بيتنا نار. هذا أصبح من أمة محمد صلى الله عليه وسلم أنهم من يتنافسون في الموائد، حتى أصبحت الموائد يصورونها ويبعثونها في وسائل إعلام الإعلام هذه، ولا يراعون البطون الجائعة والأرامل والفقراء والناس الضعفاء. ولهذا حتى أنه في هذه المعاملة وفيها تبذير وفيها إسراف، والله سبحانه وتعالى نهانا قال يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين، وقال في سورة الإسراء كما تفضل الأستاذ ولا تبذر تبذيرا إن المبذين كان إخوان الشياطين. ومن العلماء من قال بالتبذير والإسراف شيء واحد، ومنهم من قال بأن التبذير يتعلق بالمحسوسات أو بالمعنويات والإسراف يتعلق بالمحسوسات أي الماديات. وعلى كلا الأمرين إذا كان التبذير في المعنويات فهو حرام، وإذا كان الإسراف في المحسوسات فهو حرام بنص القرآن الكريم وبنص نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. بارك الله فيك أستاذنا، بارك الله فيك أستاذ عبد الحبيب. الأستاذ قال أنه المشكل يبدأ في التربية وقلتها أنت أيضا، لكن اليوم الاتجاه العام يتجه نحو البذخ، يتجه نحو حتى أنه الإنسان إذا اقتصد في شيء، إذا اقتصد في طبخة، إذا اقتصد في منزله، إذا اقتصد في حياته اليومية يتهم بالبخل، يتهم مباشرة بأنه متحاح هكذا نقولها، بخيل، مقتصد جدا، يطلقون عليه بعض النكات كبيرا وصغيرا. لكن الحقيقة أنه الأستاذ صوبنا إلى حقيقة الأمر. هذا الأمر يبدأ من النواة، يبدأ من الأسرة، يبدأ من التربية من الطفل، ويتطور إلى عقليات المجتمعات. أين الخلل في ذلك؟ أين نتجه اليوم أستاذ مع الإسراف الذي نعيشه كل يوم؟ لابد أن نفهم الفرق بين الحرص وبين البخل. هنا مربط الفرس. الناس بعض الناس مع الأسف لا يفرق بين الشخص الحريص وبين الشخص البخيل. البخل هو أن تمنع وتحرم نفسك مما هو متاح أمامك بدون تكلف، هذا هو البخل. حاجة قدامك وما تديرهاش، حاجة قادر تشريها وما تشريهاش، حاجة قادر تأكلها وما تأكلهاش، حتى نعم أنت محتاج إليها ولكن مع ذلك وقادر عليها، هذا هو الفرق، محتاج وقادر، بارك الله فما وما تدرناش لها. فلبسك رث، حتى سيارتك قديمة وانت قادر انك تشري، مسكنك، ملبسك، مأكلك، مبيتك، فهذا كامل قادر على التوسعة، قادر على التوسعة على نفسك وعلى عيالك وعلى أولادك وعلى أهلك، ومع ذلك أنت تبخل، يعني تمنع وتحرم نفسك. لكن الحرص هذا اسمه البخل. الحرص ما هو؟ الحرص هو أنني في احتياج أحتاج وأستطيع، لكن الاستهلاك تاعي يكون وفق حاجتي دون إسراف ولا تقتير. لذلك يقول الله تبارك ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط، يعني ما تكونش هذاك. احنا بين قوسين تشجيعا لهذا الناس نقول لهم هذا والله غير فحشوش، هذا والله غير يدو ماشي ليه، هذا والله غير جيبو ماشي ليه، لا هذا هو المبذر. حتى اصبحت الزواجات تعير الازواج، والله راح نحكي عليها، سبحان الله راح نحكي على الزيجات. انا مره حضرت زواج ابو عرس، يعني وكانه حسيتها شغل ريسبسيون تاع 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 حاجه كبيره، ملتقى دولي ملوكيه. طبعا ثلاث اصناف تاع اكل، مقبلات، المكسرات، العسل، الجوز، اللوز، الدنيا. حضرت في عرس قبل ايام، يعني في باتنا، ونباركوا الأخ العريس من هذا المنبر، حيوهم،
ونقول له بارك الله لكم وعليكم وجمع بينكم في خير. الأخ حسن ربي يحفظه. كنا في ستة في طبلة واحدة وننتظر أن يؤتى إلينا بالأكل. وعلى بالكم رحنا متزاير حتى لباتنا فمسافة طويلة نستناه. وكانت أول مرة نحضر عرس في الشرق الجزائري. جابوا لنا العادي اللي هي الحريرة والشربة. لكن بعد هذا الغريب أنه جابوا طبق واحد فقط. جابوا قصعة واحدة وفيها أكل لستة أفراد اللي كانوا حاضرين. فأنا استغربت وصديق اللي كان معايا استغرب. فسألنا احنا طبعا قلت لهم والله غير انا عجبتني الفكره. قلت لهم والله غير ممتاز هذه واش هذه عادة زمان. قال لك احنا اتفق عرشنا والناس تاع المدينه هذيك على انه الزفاف تكون فيها وجبتان لونطري يعني الحاجه السخونه الشوربه ولا الحريره والطبق الرئيسي المشترك بين الجميع. حتى الاكل مع الناس وتحط يدك في القصعه هذيك وتاكل وتتنافس مع صاحبك شكون ينحي المرص تاع الدجاج او اللحم او غير ذلك فيه من الالفه فيه من اشاعه الموده فيه من اشاعه ايضا تراحم بين الناس اخلاقنا بصلى الله عليه وسلم. طبعا لانه اعرابي جاء شكا النبي صلى الله عليه وسلم قال انني كثير العيال واهلي لا يشبعون فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لعلكم تفترقون على طعامكم. راح هذا الزوج الاعرابي هذا راح زوجته قال النبي صلى الله عليه وسلم واش قال لي جمعت اولادنا نعم. احنا عندنا هذا العدد داخله كل واحد نديروا له طبسي وحده فتخيل نعم تخيل ما تخيلي معي عرس يكلف 400 500 مليون ونسال لماذا عندنا العوانس ولماذا عندنا شباب وصلوا الى سن الزواج وفاتوا سن الزواج ومازال ما تزوجوش ولماذا لا تحل البركه في ذلك طبعا الزواج. فهذا النظره تاع والله غير هذا بخيل هذا متشحاح هذا جيبوا فيه العقرب لا ماشي جيبوا فيه العقرب هذا يعرف كيف يصرف ويعرف اين يصرف ويعرف على من يصرف اذا تصرف على قدر الحاجه تاكل كما قال شيخنا ثلث طعامك ثلث شرابك وثلث نفسك لباس انا قادر نشري لباس جميل وانيق لكن ماهيش علامه تجاريه كبيره علاش نشري اش ام ونشري العلامات التجاريه بدون ذكر العلامات التجاريه نعم مثلا ونخلي لباس عادي تقليدي مخدوم عندنا في بلادنا او علامه محليه الصنع او علامه عربيه او غير ذلك بارك الفارق بين البخيل والحارس لابد ان نعرف ان البخيل هذا قادر على قادر لكن ما يحبش ولكن الحارس قادر ويصرف وفق الحاجه هذا هو الضابط لما نعرف هذا الشيء فنكف ألسنتنا عن الناس فلان دار العرس تاعو شفت والله غير فلانه عرضت 200 واحد وفلان والله غير جاوها 10 لما نحكيوا على فرح على زفاف على خطبه على اي مناسبه اجتماعيه الناس تولي تقول لك والله غير فلان والله غير كارثه شنو بنته واش دار لها يا طيب هذا الرجل يقدر يدير لبنته عرس تاع 50 واحد وعرض العائله القريبه انا عندي صديق يعرف الاف الناس ففي عرسه وسبحان الله كانت تزامنت مع الكورونا عرض 17 واحد فقال لي كنت افكر سبحان الله وين ندير العرس تاعي وشكون نعرض وشكون نخلي قال فاذا سبحان الله يعني رب ضاره نافع قال فسبحان الله ابتلانا الله بهذا الوباء وعرض 17 واحد اقرب الاقربين الي وجاز العرس تاعه ورزق بالبنين والبنات ربي يبارك له في اهله وفي رزقه وفي ماله اذا التبذير ماهوش هو اللي يبين بلي انت مليح ولبس عليك وعندك دراهم وعندك لا ماهوش تبذير المصروف تاعك في محله وفي بلاصته ضمن مخطط طبعا الناس اللي تعرف تمشي نعم. امورها يمشي والان كاين برمجيات الان كاين ديزابليكاسيون الناس تعرف غير فيسبوك وتويتر وانستغرام لا كاين برمجيات اللي تمشي لك الشهر تاعك الشهرين تاعك ست شهور تاعك العامين بس على ذلك استاذ جميع النعم الاخرى منها الطاقات نعم. البيئيه ايضا وزيد التبذير كما كان يحكي من قبل الشيخ ماهوش فقط غير في المال في الطعام في الوقت هاي الانسان يشوف حياته في سنه واحده كم من وقت بذر شحال حسب سوايع في النهار شحال عندنا مواقع التواصل الاجتماعي استاذ عندنا واحد الخاصيه نعم كم قضيت وقتا هناك كم قضيت وقتا في ذلك التطبيق خطير جدا تخيلي معي مرات البعض يدير ديكابتير ويحطها تشوف عدد الساعات شيخنا عدد مهول جدا من الساعات اغلب الوقت يعني اغلب وقت في شهر واحد
بالك 30 من 30 يوم عنده 25 يوم وهو مكونكتي. نعم. يعني بعيد عن واقع الناس، بعيد عن المجتمع، بعيد عن العلاقات، بعيد عن تنميته ذاته، بعيد عن تنميته فكريه، بعيد عن تنميته حتى بعيد نفسه، بعيد عن حياته اعتقد. بعيد عن الحياه، لذلك ما على بالو بالو وش راه صار في الدنيا. ما تقول والله غير سمعت وش والله ماني بعيد مانيش لاتي راني موسي. لذلك لابد ان نفرق مره اخرى بين البخل وبين الحرص. نختم معك أستاذ في الأخير، يعني في نهاية هذا البرنامج سنختم في نقطة الاستثمار في الإنسان. قبل ذلك أطرح سؤالي للأستاذ عمار باشا. أستاذ، اليوم أعطينا كل المفاتيح، أعطينا كل الحلول للمشاهد الكريم، ما قاله الدين، ما قاله الشرع، الرسول عليه الصلاة والسلام معلم البشرية، الأستاذ أيضا أعطى حلول كثيرة للأسرة والمجتمع، لكن اليوم كل هذه الحلول وهذه الأدوات كيف نفعلها، كيف نوجهها بما يليق بالخطاب الذي يتماشى مع جيل اليوم؟ هي كيف نفعلها؟ هي أولا أن نفهم عبر مؤسسات أعتقد، أن نفهم الواقع أولا. نعم. الواقع الآن غلبت عليه العادة أكثر مما يغلب عليه الدين، لأنه الخطيب أو الأستاذ أو عالم الشريعة حينما يخاطب قال الله أو قال الرسول تجد مخالف لها في الواقع. ما الذي يجعلها مخالفة للواقع؟ لأن أعراف الناس هي التي جعلتها أصبحت مألوفة، ولهذا حينما يكون الدين غريبا والعادة يتحكمون إليها الناس فلا يستقيم، وإنما تغيير الواقع هذا أول حاجة لتفعيل هذا الشيء. النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء إلى، دائما ركزوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه هو القدوة بكل شيء، بما يطرح على هذا الموضوع بالذات. النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء وجد عادة القوم غير العادة التي تأتي من بعد التي سيتوارثونها من خلال الدين. كان عندهم عن طريق الغزوات، ونحن نتكلم عن البيئة، النبي صلى الله عليه وسلم نهاهم عن قطع الأشجار، نهاهم عن قتل البهائم، نهاهم عن قتل الرهبان على الصوامع، بمعنى الشيء اللي راك رايح تخرج رايح ليه معناتها حارب العدو تاعك برك. الناس اللي راهم منصرفين لحاجات اخرى لا تنشغل بهم. انت روك مثلا لما الطفل يجي يكون تمشى مع باباه، ولا تكون الطفله تمشى مع امها، ولا يتمشاو مع مجتمع، ولا في الاولى تلميذ في المدرسه، ولا يشوفوا استاذ، ولا يشوفوا مدير، ولا يشوفوا قطع حجره، ولا قطع شجره، ولا قطع خسر حاجه، معناتها بيئه هذه احنا كنقطعوها ما قالش بلي ودي هذيك راها ضاره ولا ما تنفعش ولا لا. وان من شيء الا يسبح بحمده، الشجر يسبح، الحجر يسبح، المطر يسبح، حتى انها تستغفر للمؤذن وتستغفر للذاكر الله سبحانه وتعالى. نعم. وتشهد لك يوم القيامه. نعم. وما تكون في شان وما تتلو منه من قران ولا تعملون من عمل الا كنا عليكم شهودا اذ تفيضون فيه. هذا يوم القيامه هذيك الشجره تفوت عليها سبحت عليها ربي، هي سبحت وتسبحت. نعم. هذيك الشجره اللي فت عليها، انت درك يرحم بابك، نعطيك مثال فقط، نرجع غير شهر ولا شهرين لما كانت الحرارة مشتدة، الناس أصحاب العمارات ولا قاعد تصيبهم يركونون سيارتهم تحت شجرة واحدة، قاعد يخموا بلي كل واحد يحوس يدير سيارته في الظل، ولا واحد يخمم بلي يودي راه كان شجرة واحدة، وإحنا رانا 20 واحد ولا 40 واحد ساكنين، على ما تكونش كل واحد عنده شجرة. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما عرفنا بنحافظوا على هذه البيئة قال لك إذا كانت تبغى تقوم القيامة وفي يدي أحد يكون فسيلة فليغرسها. ورسول عليه الصلاة والسلام أستاذ أيضا استسمحك أنه أول من فكر في الحرم، المكان الأخضر المحيط بالبناء. نعم. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال سيدنا إبراهيم حرم مكة وأنا أحرم المدينة المنورة. نعم. وجد به النبي صلى الله عليه وسلم قال جعل عورات للبيوت، جعل هذا الحوش وهذه الأخرى، هذه بفكرة النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا نصيبوا بيت النبي صلى الله عليه وسلم، حجرة النبي صلى الله عليه وسلم، غرفة النبي صلى الله عليه وسلم. إحنا هذه مضامين كانت حتى في العرب تاعنا، لما كان العرف تاعنا سليم، لما كان يخرج العرف ماهوش مستورد من الغرب ونصلب الفطره الغربيه، وانما كان خارج عن طريق مثلا تشوفي الامثال تاع الكبار تصيبيهم مثلا عندهم، هو يتكلم لك بكلام يشبه الدارجه ولكنه حكمه. نعم. مثلا احنا الباب تاعنا راه نهضروا على التبذير وعلى اللباس ومن ومن، هما تصيبهم يقول لك بلي ودي كل ما يعجبك والبس ما يعجب الناس، معناتها ما قالكش بلي لازم. شوف سبحان الله، هذا مثل، ولكن تقيسوا على 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 الدين، تصيبوا خارج من يا بني ادم خذوا زينتكم عند كل مسجد، قد انزلنا عليكم لباسا ولا تسرفوا. انا تعجبني حاجه ناكل قد الحاجه اللي تلاكني، ما نشوفش الناس بلي ودي شوف فلان هو شكلا ولا هذا واش دار ولا هذا واش دار. كذلك اذا بغينا نغيروا من هذا النمط لازم علينا اولا نغيروا الواقع. باش نغير الواقع لازم نحكموا مجال هذا، قال تحكمه الشرع، قال يحكمه الشرع، قال هذا يحكمه العقل، قال يحكمه العقل، قال هذا تحكمه العاده، قال يحكمه العاده. النبي صلى الله عليه وسلم هاجر المدينه المنوره
وجد الناس يؤبرون النخل، يؤبرون النخل نعم. يزبره ويقصه ويديروا له الغبار ويغبره. النبي صلى الله عليه وسلم قالوا اشتاهم هذه الشركم تديروا، فهموا الصحابة هذوك الناس اللي كان قال بالنبي صلى الله عليه وسلم ينهي فينا، ما داروش، ما زبروش السجور تاعهم والنخل تاعهم وما غبروش وما داروش الأسمدة، الغلاجة ما كانش ناقصة. النبي صلى الله عليه وسلم قالوا واش بكم الغلاجة هذه؟ قالوا يا رسول الله انت جيت لنا وقلت لنا ما تأبروش. قال لهم لا، أنتم أعلم بشؤون دنياكم. علاه؟ لأن هذا داخل في جانب العادة، في جانب تاع الدين. لا، النبي صلى الله عليه وسلم قال وجد اليهود يصومون، قال علاش راكم تصوموا؟ قال هذا يوم نجي الله فيه، قال نحن أحق بموسى منكم، رسول تاع الدين، احنا أولى بالدين منكم. كذلك وجد الأطفال، عائشة رضي الله عنها لما دخل عليه أبو بكر الصديق وصابوا مفرحان بيوم العيد، جاء أبو بكر الصديق قال أمزمار مزمار الشيطان في بيت رسول الله؟ النبي صلى الله عليه وسلم كرر قدم لها عاودنا، قالوا يدعهن يا أبا بكر فإنهن في يوم عيد. معناتها هذه عادة، والناس تفرح والناس شوف نسقطوا العادة على العادة، الدين على الدين، العقل على العقل، العرف على العرف. وبالتالي إذا دخل العرف في حاجة عقل والعقل دخل في حاجة العرف، تختلط الأمور ويختلط الحابل بالنابل. هذا أول، ثاني هذا اللي يسموه فهم الواقع أو كما سموه وش حبيته. ثانيا وهو أنه فهم الدين على حقيقته وإنزال الناس منازلهم. قال مثلا إحنا عندنا في المعاملة عندنا ضابط، عندنا في الأكل عندنا ضابط، عندنا في الزواج عندنا ضابط، عندنا في النوم عندنا ضابط، عندنا حتى في خروج الإنسان شرف الله قدركم إلى الاستنجاء عنده ضابط. معناته هذا الدين اللي ما خلى لك حتى كل صغيرة وكبيرة، فلماذا لا تجعله أنت منهج حياة؟ فلماذا الغرب الآن يأخذون لب القرآن ولب الرسالة ولب الدين ويتركون لنا القشور والقشرة في حد ذاتها هي ترمى؟ وبالتالي هم الدول اللي تمسكوا به وعطونا القشرة، القشرة قال لك هذه لا تصلح، وسموهن إسلام، إسلام مزور، إسلام إسلاموي، إسلام على باش سياسي، إسلام كذا. فأصبح الناس ينظرون إلى الإسلام ما فيهش حل، ولكن روح للب تاع الإسلام فما تجد الحل. زيد على ذلك كيف نفعل هذه المفاهيم؟ وهو أن الإنسان يبدأ بنفسه، فابدأ بنفسك فانهاها عن غيها فإذا انتهت عنه فأنت حكيم. ألا أيها المعلم وغيره، ألا كان لنفسك هذا التعليم، كما إلى أن قال لا تنع عن خلق وتأتي مثله، عار عليك إذا فعلت عظيم. وما يصحش أنك تروح تفاهم تقول يا فلان ترك بخير ولا راك تام مبذر وأنت مبذر. ما تجيش تقول يا ودي ترك اللي مثلا تفسد وهو مفسد، أتامرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم. زيد على ذلك زرع القدوات في الجيل الصاعد هذا، لازم الجيل الصاعد هذا هو جيل المستقبل، لأنه أنت عمرت زمن معين، أنت ذكرك في الربعينات ولا الخمسينات عمرت هذا الجيل. قضى لك ربي سبحانه وتعالى الخلافة تاعك أنك كنت خليفة في الأرض في هذا الزمن، معناتها ينبغي أن تورث شيئا محمودا إلى من يعقبك وإلى من يخلفك. ولهذا نسموا الذرية سموها العقب. العقب الإنسان هذاك ما عقبش. على ما عقبش؟ لأنه خطرات يخلي أولاد ولكن ما عقبش. نعم. على ما عقبش لأنه ما خلاهمش لم يربي حسنة. ولهذا العاصم لم يغرس العاصم الوائل كيذموا ربي سبحانه وتعالى في سورة الكوثر إن شانئك هو الأبطر، أي إن الذي عيرك يا محمد بأنك الأبطر مات كل أولادك الذكور، فهو الأبطر وكان عنده أولاد ولكنه مات كافرا وأولاده دخلوا إلى الإسلام. بمعنى لا يعني أنك تكون مثلا عندك المؤهلة على الحياة تكون سعيد، وإنما السعادة وهي أن تكون كيف تكون سعيدا مع الله سبحانه وتعالى، وتكون سعيدا مع نفسك، وتكون سعيدا مع خلقك، مع خلق الله سبحانه وتعالى. اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحوها، وخالق الناس بخلق حسن. هذا هو منهج الله سبحانه وتعالى في أرضه ومنهج رسوله صلى الله عليه وسلم. أحسنت، أحسن الله إليك أستاذنا، بارك الله فيك على المعلومات وغزارة المعلومات، بارك الله فيك أستاذنا. الأستاذ عبد الحبيب، الاستثمار في الإنسان، أعتقد الفكرة سبقك إليها الأستاذ، الاستثمار في الجيل حتى نترك للجيل ما يرثه من موارد طبيعية ومن عادات صحيحة وحميدة يمكن أن تتواصل الأجيال خلالها، يجب أن نستثمر في أبنائنا. الاستثمار في الإنسان موش أمر ضروري برك، بل هو واجب الوقت الآن. أكيد. واجب الوقت. لهذا نرجع إلى المشرفين على غرس هذه القيم، على غرس هذه الثقافة، على غرس هذه اسمها عادة، اسمها كما حبيتي. كيف ذلك أستاذ؟ على غرس. المسؤول الأول هي الأسرة. الوالدين لازم يفهموا منيح باللي ما يفعلونه في البيت، ما يقولونه في البيت، ما يقومون به في البيت، تصرفاتهم داخل الأسرة سينسحب بدون شك على الأبناء. وبالتالي لابد أن يراعوا في أبنائهم الكلام، الأفعال، التصرفات، حتى الصريف، حتى نعلم ونربي أبناءنا بالقدوة. ما هوش يسمع كلام في المدرسة
ولما يجي للبيت يقول لك والله الوالد تاعي راهو ما راهش كيما راه يحكي لنا المعلم، ما راهش كيما سمعنا عند الامام في خطبه الجمعه او في درس. هذا رقم واحد من خلال يعني افعال يوميه. اه طبعا طبعا الممارسه اليوميه لازم يشوفها في الوالدين تاعو، الحصاله ايضا لازم يشوف الوالدين تاعو ماهوش مبذرين. لما يشوف في الدار ماهوش غير الوالدين، الوالدين والاخوه والاخوات والاعمام. نعطيك مثال بسيط كل المحيط مرات داخل البيت نخليو الضوء شاعل ويجوز كامل الناس ولا نحتاجه ولا حد يطفيه. مرات نخليو الروبيني تاع الماء مفتوح، صنبور الماء مفتوح، تقول هاي اللي يجي مرة يغلقوا ونخليوه. اذا هذا هذا المشاهده داخل البيت تخلينا نقول والله غير عادي، واش واحد ما طفاه خليها عادي، واحد ما غلق العين خليه عادي، التلفاز شاعل طبعا يستهلك كهرباء، كهرباء تنسحب الى فاتوره وفاتوره فيها مصاريف، كل معليش حتى واحد ما راه يتفرج. مكيف الهواء استاذ، اذا حكينا مكيف الهواء ازمه في الصيف، وقيس على هذا مكيف الهواء، وقيس على هذا مختلف الوسائل اللي تسحب الكهرباء داخل. هناك من يتركه مفتوح استاذ حتى عندما يغادر المنزل ويذهب، يقول لك في المساء نصيب البيت بارده ومريحه ولا يعرف انه هذا كارثه كبرى، راهي كارثه. ثم المؤسسه الثانيه اللي هي المدرسه. مناهجنا وبرامجنا داخل المدرسة لابد أن تكيف تحيينا أو تطعم بهذه المفاهيم. أعتقد أنها مكيفة أستاذ، أنه الدليل على ذلك أنها يعني التدوير ودخلها في جميع المؤسسات. نعم. التربوية. سلة التدوير والكرتون والبلاستيك وهذا الشيء الجميل، أنه جميل جدا الطفل أنه في المدرسة ذلك. لما يلقى مسلة المهملات تاع البلاستيك وهذه تاع الزجاج وهذه تاع الورق وهذه، فيتعلم داخل المدرسة داخل مؤسسة تاع التربية والتعليم. ثم لما يروح لبرا، وهنا أيضا واحدة من المؤسسات المهمة الشارع أو بين قوسين كما اسمه احنا الحومة. الحومة بكري كانت تربي، الحومة كانت تربي، لذلك كان حومات مشهورة. أنت من الحومة الفلانية، انت من الحومه. علاش كانت تربي؟ لانه الكبير تاع الحومه او اللي يريح في الحومه في غالب الاحيان هما الكبار، هما الناس اللي عاقلين. لما يشوفوا الطفل دار شيء غلط، لما يشوفوا الشاب دار شيء غلط، مباشره واش يديروا؟ يهضروا معاه. كمرحله اولى ما سمعش ما استجابش، يروحوا الى الوالي تاعو او الوالد تاعو، وهنا بين قوسين الوالد قديما او الولي قديما ما يبقاش يدير معك تحقيق وعلاش واش تهضر معاه وانا جبته وانا نربي. لا، يعرف مباشره، يعرف انه مباشره انه مادام الجار او مادام الكبير في الحومه جا هضر لي على وليدي او جا وهضروا لي على البنت تاعي، اكيد دار شيء فيه من الخطا، فيه من الغلط، لابد ان اصححه. اذا ذاك بكري كان لما يجي الجار يشتكي على ابن الجار، هنا وكأنه خلاص يعني يوم المحاسبة. وغيرها من المؤسسات، مؤسسة المجتمع المدني، دور الشباب، المراكز الثقافية، الحملات التطوعية، حملات التنظيف، حملات التشجير. طبعا لا يكفي أن نغرس فقط في نفوس الناشئة تعنا أنه ولا غير التطوع مليح والبيئة نظيفة مليحة وغرس الأشجار مليح، لكن لابد أن نأخذ بأيديهم ليشاركوا في حملة لتنظيف الحي، لتنظيف المدرسة، لدهن مؤسسة من المؤسسات، في طاقات بديلة عن هذه الطاقات التي نستنزفها اليوم. طبعا لما نعرف بلي هذه راهي رايحة الى الزوال، اذا راح يجي نهار تروح، راح يجي نهار ستزول ستنقص، وهنا يعرف قيمتها ويحافظ عليها ويأمر من في محيطه اصدقائه واصحابه الشلة تاعو، يأمرهم يقول لهم يا بدي هذه راهي تاعنا كامل، تاع الحومة كامل، ويحافظوا عليها بشكل او باخر، نوصل اليهم هذه الرسائل التي تحدثنا عنها. بارك الله فيك استاذ. وقد يفكر هذا الطفل في طاقات بديله اخرى، قد يصبح مخترع جزائري وعبقري الجزائر، ليفكر لنا في مستقبل افضل ولطاقاتنا والحفاظ عليها. استاذنا نختم معك في ان الاستدامه هي سنه نبويه. هو في دقيقة، هو يقارب دقيقة، هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها فاستغفروه ثم توبوا إليه. بارك الله فيك. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون، يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة. دائما ما طوبى لمن وجد في صحيفته يوم القيامة استغفارا، ونعم الله سبحانه وتعالى يحافظ عليها بالشكر وتزول بالكفران. وفي دقيقتها هذه يا حبذا لو نجعلها لإخواننا المستضعفين المضطهدين في غزة، نرفع أكف الضراعة إليهم فنقول يا اللهم يا رب إنك قلت وقولك الحق ادعوني أستجب لكم. اللهم إن إخواننا المستضعفين في غزة قد طهدوا وقد هدمت بيوتهم
وماتوا المدنيين منهم، اللهم يا رب كلهم عونا ومددا، وانصرهم على أعدائهم فإنهم لا يعجزونك يا رب العالمين. أرنا في الصهاينة أعداء الله وأعداء رسولك يا رب، أرنا فيهم عجائب قدرتك، اللهم أحصي اليهود عددا واقتلهم بددا ولا تبقي فيهم من أحدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم انصر عبادك وأيدهم بتأييدك وانصرهم بجندك يا رب العالمين. لك جنود في السماء ولك جنود في الأرض، لا يعجزك شيء في الأرض ولا في السماء، انصرهم وكلهم عونا ومعينا. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، السلام عليكم. بارك الله فيك ولا أزيد على ذلك، بارك الله فيك أستاذنا، شكرا على تلبيه الدعوة أستاذ عبد الحبيب، بارك الله فيك. شكرا مشاهدينا، نسأل الله أن تكون هذه الجلسة طيبة موفقة، أتمنى لكم جمعة مباركة والسلام عليكم. في مركب الدنيا طالت لنا الأيام، لا ينفع البهتان يا سيدي.